طب طبعا على مسألة طبعا مستوى طبعا. الكرة يا أستاذ حسن، تقيم أو تحلل أداء المنتخب بتاعنا في المباريات اللي فاتت إزاي؟ وكمان تنصحهم بإيه خلال المباريات القادمة؟ بص يا استاذ يوسف، يعني ما اعتقدش ان منتخب مصر منتظر مني نصيحه يعني. لا ينتظر. والحقيقه انا برضو نصحت الحقيقه، وقلت من قبل البطوله كل اللي حصل ده انا قلته، وكل اللي حصل ده انا حذرت منه، واحنا اتأهلنا بشكل دراما. لو انت طلبت من حد او حد حكى لك اللي حصل يوم ماتشنا مع الراس الاخضر وغانا وموزمبيق، وقلت له السيناريو هيبقى كده، هيقول لك انت بتحلم، انت جننت، انت يعني هيقول لك ايه التخريف ده. لكن ده حصل. حد يصدق ان موزمبيق تسجل هدفين في 4 دقائق؟ محدش يصدق ده. للاسف احنا فقدنا التركيز في لحظه مهمه جدا، لحظه الفرحه، لكن ده مش السبب الرئيسي للاداء بتاعنا في 3 مباريات. احنا تكتيكيا فريق متاخر جدا، واحنا بنلعب بشجاعه اللعيبه ورجوله لعيبه منتخب مصر، وهو ده اللي خلى، انا اقدر اقول ان اللعيبه لعبت شوط ثاني قدام غانا ومباراه قويه جدا بالروح والمعنويات والجهد البدني قدام كاب فيرد. لكن تكتيك لا طبعا كان ناقص، ولو كان في التكتيك ده ما كانش اللعيبه تعبت بالشكل ده. يعني المشكلة في الجهاز الفني للمنتخب يا فندم؟ رأيي كده طبعا. وأنا مش بقول بقى الخطة قبل الماتش والكلام من ده، من أهم الحاجات في المدرب الكوتشنج، وإن هو لما يشوف الفرقة بتلعب بمساحات كبيرة جدا، يعني أنت بس الناس لما تراجع المباراة هتلاقي إن المسافة ما بين مصطفى محمد في معظم وقت اللقاء وآخر مدافع بتاع 70 متر،